السلام عليكم حبايبي، جيت اليوم جبت لكم واحد الوصفه اللي هي جديده وسهله، اللي هي المحنشه بالعجينه ديال المسمن، معمره بمكونات بسيط وسهلين. انا في المكونات اختاريت اليوم دجاج وجبنه الريكوتا. اللي ما عنده جبنه الريكوتا يقدر يعوضها باي جبن اخر متوفر عنده في الدار. اذا نتمنى هذه الوصفه تنال اعجابكم، وندوزو المكونات وطريقه التحضير واسرار ديال النجاح ديال هذه الوصفه هذه اللي غتنفعكم بزاف. لم في يعني تقدروا نديروها في كوتي، تقدروا نديروها في العشاء، نقدروا نديروها حتى في مناسبات الضياف ديالنا. وصفه سهله بزاف كي قلت، ومكونات بسيط بزاف. اذا تبعوا الفيديو وشكرا للمتابعه ديالكم. على بركه الله لهذه الوصفه تنحتاجوا صدر واحد ديال الدجاجه، انا يا درتو بحال الكفته قطعتو رقيق بالموس. تنحتاجوا الجبنه الفيتا ولا اي جبن متوفر عندكم. تنحتاجوا شويه ديال ربيع عمله المعدنوس مقطع وراس ديال الثومه. تنحتاجوا شويه ديال الشامبينيون اما كونسيرف ولا فخي الا كانت واجد عندكم. تنحتاجوا الزبده باش نخدموا المحنشه ديالنا، وتنحتاجوا للتزيين شويه ديال اللوز الفيلي ولا الزنجلان الا كانت متوفره عندكم، وبيان سور العجينه ديال المسمن انا قسمتها على 4 حيت هاد الكونتيتي غتعطينا 4 ديال المحنشات انديفيديوال. اذا على بركه الله ندوزو للطريقه ديال التحضير، وتابعوا معنا الفيديو. لكن جداد في القناه ما تنساوش الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد. شكرا. في اناء غنحطوا العناصر ديال الحشوه ديالنا اللي هما الشامبينيون، جبنه الفيتا او اي جبن متوفر عندنا. غنحطوا الدجاج ديالنا، الربع والثومة، نديرو شوية الجزر، شوية الملحة، نكملو نمجدو العناصر ديالنا، نمجدو العناصر ديالنا كاملين باش ينسجمو لينا ويوجدوا لنا يديروا لنا بحال العقده. الحنا العناصر كلهم خضرين لحقاش غادي ينطيبوا في الفران. نكملوا بحال هكا تنحصلوا على عقده. من بعد ما العناصر ديالنا تمزجوا مزيان، راه باردين يعني ما طيبنا حتى شي عنصر، غنحطوهم ارتاحوا وغناخدو العجينه ديالنا. ديال المسمن يعني كل شيء تعرفها، اللي هي جوج قياسات ديال الفور في قياس واحد ديال الفينو، هادشي اللي درت انايا مع شويه الملحه، معلقه ديال السكر ومعلقه ديال الزيت، وغنخدموا البلون دو طرافاي ديالنا بحال هكا. نحاولوا نديروها طويله ونكملوا بهذه الطريقة، ونرجعوا نكملوا في الفيديو باش نوريكم النتيجة اللي خصنا نكونوا درنا باش قبل ما نبداو الخدمة ديالنا. من بعد ما سرحنا العجين ديالنا بهذه الطريقة، غناخدو العقدة ديالنا اللي درنا فيها الدجاج وجبنة الفيتا، ونبداو نحطوها بهذا الشكل هذا. الريحه ديالها زوينه قبل ما تطيب، تنعرفوا تشوفوا هاد واحد النسمه زوينه. ونكملوا بهذه الطريقه حتى نوصلوا القند الاخر. وفي هذا الاثناء تنبداو نجمعوا العجينه ديالنا بحال هكا.
نديرو الزبدة اللي غتخليها تجي مقرمشة ومورقة مزيان، نكملو اللف. ونبداو نجمعو بهذه الطريقة، الطريقة ديال المحنشة العادية. حتى تنحصلو على المحنشة نحطوها بلاك ديال شي الفران مغطي بورق الزبده. اذا تنكملوا بهذه الطريقه ديال هذه لازم نكملوا العجينه ديالنا كامله. من بعد ما كملنا العجينه ديالنا بهذا الشكل هذا كامله، غادي نكونوا درنا شي بيضه، درنا معها شويه الخل وشويه الحليب، يعني حسب معلقه الخل ومعلقه ديال الحليب. الخل باش يحيد الجهد ديال البيض، والحليب باش يعاون هاد المحنشة ديالنا باش يتحمر مزيان. غندهنهم بالبيض، نكملو بحال هاك. نديرو شوية اللوز وندخلوهم للفرن على درجة الحرارة ديال 200 لمدة 3 ساعة. بيان سور 10 دقايق الأولى ولا 15 دقايق الأولى نشعلو لتحت، ومن بعد نشعلو الفوق باش يتحمرو لنا. وندوزو المرحله الاخيره من غير نخرجهم من الفران كيفاش غادي يبانوا لينا ان شاء الله. شكرا. اذا بعد ما خرجنا المحنشات ديالنا من الفران تيكون الوشك النهائي ديالهم كيف تشوفوا، جاوا مورقين ومحمرين مزيان، وحتى التقرميشه فيهم زوينه. تنصحكم تجربوا هذه الوصفه. وبالنسبه لما عنده جبنه الريكوتا يقدر يدير اي جبن ابيض عنده، يعني حتى جبن عادي ولا الجبنه الكيريل ولا الجبلي. وصفة سهلة بزاف كيف شفتو، ومكونات بساط متوفرين في كل دار. اذا نتمنى ان الوصفة تكون عجبتكم، ولا كنتو جات في القناة ديالي نطلب منكم انكم تشتركوا في القناة باش تدعموني، وما تنساوش تضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد. شكرا بزاف على متابعة الفيديو، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.